لمناقشة استمرار التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية زيارة نائبة رئيس أو زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، معنا من الدوحة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد ياسين. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم الكرام. سيد محمد، الصين تعلن إيقاف التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات، كيف تقيم الإجراءات الثمانية المتخذة على خلفية زيارة بيروسي لتايوان والتصعيد ضدها؟ الواضح تماما أن ما خلف الأزمة العلاقة ليست واقفة منذ الآن، التوتر ليس حديث، التوتر قائم منذ حتى فترة ترامب، وهو وصل إلى في مراحل أشد سوء من هذه المرحلة. لكن الآن واضح أن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض من قبل الولايات المتحدة إلى علاقات يمكن أن تتطور ما بين روسيا والصين، لذلك هذه العلاقة الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتطور بحيث أن يكون هناك تحالف يمكن أن يؤثر سلباً خلال المرحلة القادمة على طبيعة التحالفات التي قائمة حالياً سواء في بحر الصين الجنوبي وشرق آسيا أو حتى في أوروبا. لذلك الآن نحن نشهد حرب باردة بأدوات حديثة تتناسب مع الواقع الحاضر. لكن دكتور، لماذا أقدمت واشنطن على هذه الخطوة بحق الصين؟ يعني هل تسعى بالفعل إلى زيادة هذا التوتر أم ما الهدف الأمريكي من ذلك؟ نعيش حالة ما تسمى إدارة الأحداث المتسارعة. نعم. إدارة الفوضى. الولايات المتحدة هي خزان المعلومات والداتا في العالم، وهي أيضا تمتلك المعلومات الاستخبارية الكبيرة التي طبخت تماما عندما تريد أن ترسل رسائل إلى أي دولة. هناك تسريبات معلومات أمنية تكون مؤثرة، ولاحظنا كيف أن بعض الأهداف التي كانت تستطيع أن تقوم بها أوكرانيا من خلال شبكة المعلومات المزورة من قبل الولايات المتحدة. لذلك إدارة عملية التسارع الأحداث والوقائع تصب في مصلحة الولايات المتحدة، حيث أنها تريد أن تربك المشهد سواء السياسي وأيضا العسكري، مما يجعلها أكثر تفوقا على صعيد السيطرة على العالم في مشهد محاولات لبناء نظام عالمي جديد. هذا النظام العالمي الجديد يريد أن يحسم قضايا عدة، من بينها التفوق الاقتصادي للصين وأيضا التغلغل الروسي في مناطق عدة، مما يجعل الولايات المتحدة في حال انتكائها تدفع ثمن أعلى من عمليات تسريع وتوتير الأجواء الذي يمكن أن يكون له انعكاسات إيجابية لاحظناها بشكل مباشر على صعيد زيادة التسلح في المناطق سواء الأوروبية وأيضا في شرق آسيا والبحر الصيني الجنوبي. لاحظنا كيف أن اليابان رفعت الموازنات العسكرية، وهذا كله يمكن أن يبعد وجهي، بينما نعيش في مرحلة سابقة هي تقليل المصاريف العسكرية. ولاحظنا أيضا كيف كان خلال فترة ترامب احتج بشدة على الموازنات الضعيفة التي تقدمها أوروبا في الناتو أيضا. لذلك هذا الموضوع يجعل الجميع يقرر أن لا صوت يعلو فوق صوت أي معركة يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة. نعم. طيب دكتور، هل يعني تايوان مهمة لهذه الدرجة بالنسبة لأمريكا، أم أن أمريكا تستخدم تايوان من أجل الضغط على الصين واستفزازها؟ تايوان إذا ما قرأنا تايوان ونشوء هذه الدولة هي استراتيجية متقدمة للولايات المتحدة. عندما نعلم أن المسافة ما بين جزيرة تايوان وما بين الصين 140 كيلومتر فقط، أيضا أن تايوان ليست فقط هي قاعدة عسكرية، أيضا مؤثرة اقتصادا في الاقتصاد الصيني. عندما نعلم أن حجم التصدير تايوان إلى الصين يفوق 500 مليار دولار، هذا الرقم كبير جدا. هي تؤثر حتى في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تسيطر على ثلثي صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم. لذلك الصين تحاول أيضا أن تظهر نفسها أنها ليست عاجزة في التعامل مع جزيرة صغيرة كما البعض يتخيل، لكنها
هي جزء أساسي من الاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، والذي ملاحظ الآن في اجتماع أيضا آسيان كيف أن كان حضور الوزير الخارجي الأمريكي وأيضا تواصلاته مع الدول الأخرى. هناك رغبة صينية واضحة خلال الفترة السابقة بأن تسيطر على كامل بحر الصين الجنوبي، وفي حال تمت السيطرة على بحر الصين الجنوبي سوف يكون له انعكاسات سلبية على السيطرة على خطوط إمداد التجارة والطاقة أيضا، وهنا سوف ينقص ويقل حجم التأثير الأمريكي على الصعيد العالمي بشكل كامل. نعم، أشكرك جزيلا من الدوحة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد ياسين النجار، شكرا لك.